وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.